مرة أخرى في هذه الترعة؟ هو طبعا انا فور ما برجع من البرنامج تاني يوم على طول بيتم عمل مخاطبات لكل مسؤول في اختصاصه بحيث ان هو يعالج المشكله. ايوه فندم. فطبعا انا عملت الاتصال اللازم مع مديريه الري. ايوه. وان شاء الله هتابع معاه باذن الله بخصوص سرعه راتب ماذا تم بشانها. ايوه. يعني إن شاء الله. بكره ان شاء الله ممكن نعمل مع حضرتك مداخله اخرى تطمنا على الخطوات اللي تم اتخاذها ان شاء الله باذن الله. الاسمده عامله ايه يا فندم في الغربيه؟ الحمد لله رب العالمين. احنا طبعا زي ما وضحنا في البرنامج المسؤول التنفيذي الاسمده بتتصرف 100% لجميع المحاصيل الشتويه من اول يوم. ايوه. من اول يوم زرع يتحصر وبيتصرف له كامل حصته طول الموسم. الحمد لله. الحمد لله. انا بشكر حضرتك المهندس كامل شاهين وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الغربيه على هذا التفاعل السريع. الحاج قطب كان تواصل من مره من في وقت سابق بالنسبه للكيماوي وتم صرفه. انا معايا الحاج